السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف أقدم لكم في تدوينة جديدة في موقعنا GoTechno، هو مشاهدة بين سبور والـ OSN بالمجان دون انقطاع البث، زائد قنوات عالمية أخرى مثل WWE والمزيد من القنوات غير المدفوعة. لبرنامجنا الجديد والحديث مجربة 100% شغال، سوف نذهب إلى ميديا فاير لنحمل هذا البرنامج. عند تحميل هذا البرنامج سوف نوقف أنتي فيروس مؤقتا للسماح ببرنامج إكمال تحميله، لأن البرنامج يعتبره أنتي فيروس كفيروس وإنه ككراك. عند تحميل هذا البرنامج وندخل إلى البرنامج كما ترون هذه القنوات شغالة 100% ومجربة وجديدة حصريا في موقعنا GoTechno. سوف نذهب إلى بين سبور 1 ترى أنها شغالة 100% كما ترون. ماتش بين بايرن ميونخ وأرسنال وجديد وبين سبور 2 وشغال من 1 حتى 16 أجدي. وفي ختامنا هذا لا تنسوا بدعائكم هذا أن تنشروا على نطاق واسع، لأن من فعل الخير فهو مشكور عليه، وزوروا موقعنا GoTechno وقناتنا في اليوتيوب وسترونها، وشكرا على مشاهدتكم.